يقول السائل: رجل قتل رجلا خطأ وقام التأمين بدفع التعويض لأهل الميت علما أن الميت ليس مسلما، ولكن قوم بيننا وبينهم ميثاق، فهل عليه صيام؟ نعم، إذا كان بيننا وبينهم ميثاق فعليه الصيام، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا في القرآن واضح إن عليه كفارة وعليه الدية أيضا، لكن الدية ليست عليه هو، ليست على القاتل خطأ. القاتل خطأ ليست الدية عليه، وإنما هي على عاقلته، على العاقلة، يعني عصبة الشخص هم اللي يتحملونه.